FM. الكلمة ليك. تقريبا نخسو كل شيء مش برشا حاجاتك. احنا يعني منظمة كونكت وبالتحديد كونكت أريانا باش تنظم نهار الخميس 16 نوفمبر ان شاء الله ندوة وطنية حول كيفية تصنيع قطاع السمعي البصري. علاش الموضوع هذا؟ لأنه احنا توا عندنا سنين تقريبا 5 أو 6 سنين الاخرين نسمعوا يوميا جميع المواطنين معنا المختصين الاقتصاديين ولا السياسيين ولا المعارضة وأحيانا حتى أحزاب الحاكمة يقول لك يلزمنا منوال تنمية جديد. 6 سنين توا نسمعوا في الحكاية هذه وما سمعناش الحقيقة ولا قليل وين نسمع وشكون يقولنا اهي فكرة متاع منوال تنمية جديد. باش نعملوا منوال تنمية جديد وباش نخرجوا البلاد من المأزق الاقتصادي اللي هي فيه يفود الإيماجيناسيون يفود الكرياتيفيتي يلزمنا نلقاو أفكار جديدة وتتماشى مع الحقيقة متاع البلاد. أنا من عام 2012 بصفتي خبير دولي في الاتصال السمعي البصري نخدم مع لينا في فرنسا ومع تومسون فونديشن في الانجلتير ان طونك كونسلتون فريلانس. لاحظت أنه معناه القطاع السمعي البصري والمهن الثقافية بشكل عام تجم تكون المخرج الاقتصادي للبلاد. يعني احنا هنا نحكي ايكونومي مش ثقف. في بلاد ما عندهاش رسوش زومين، في بلاد تعيش أزمة خانقة، في بلاد ما عندهاش توا سيولة. شنو هي الصناعة اللي ممكن نعملوها واللي ممكن ترجع ما نقولش توقفنا على سقينا ما على القليلة تحل الباب باش نبدأ ونقف على سقينا. الكلمة ليك.